ومما يؤكد صلاة العيد أن حتى الحيض يعني من عليها الحيض والحائض لا تصلي أيضا تخرج فكيف بالطاهرات فلكن اعتزلنا المصلى ما يصلينا طبعا حتى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ورجاء البركة المهم أن نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى والمصلى مكان فضاء وهذا حتى يجمع أكبر عدد من المسلمين من المصلين وحتى يخرج إلى المصلى من الحيض لأن النساء لا تد... الحيض لا يش... لا يصلين يدخلن المساجد فإذا كان في مكان في الفضاء حتى يجمع حتى من لا صلاة عليها نعم